بدأ وليد يتعاطى المخدرات في سن 8 من باب الفضول ونتيجة لتشجيع بعض الرفاق، رفاق لم يلتقي بهم في الشوارع ولا في محل ألعاب الكمبيوتر، ولكن داخل جدران المدرسة. كنا نفوت على الحمام أو بالصف بس يكونوا تلاميذ نزلوا على الفرصة. كان فيها الجروب اللي كنا موجودين، كنا 4-5 أشخاص سوا، وتعرفنا على بعض من وراء الجو اللي كان موجود. كنا نتعاطى بقلب المدرسة، وأكيد كنا نرجع نتلاقى برا كمان، كان يكون في تعاطي برات المدرسة. ما بحيت عشان تتفتشت، ما بحيت ونسألت ليش يا صبي وجهك أصفر، ليش مزهزه وماشي ويا قاعد على الأرض وسارد، ليش أنتوا الجروب قاعدين عم بتدخنوا؟ إذا حدا شافنا، مع ما حدا كان يشوفنا، كنا نفوت على الحمام ندخن الحشيش بالحمام، تعف غطايطة، ما كان في حدا يجي لنا وينكم. هل موجود أولاد بالمدارس عم بيتعاطوا مخدرات؟ نعم موجود، بس عم نلاقي حالات حتى لو عمرهم 18 سنة و20 مبلشين من عمر 14 و13 وصلوا عند الطبيب بعمر 17-18-20. تقريبا آخر 5 سنوات الأشخاص يلي إجوا على أمن ويطلبوا المساعدة حوالي 60% منهم بلشوا يتعاطوا بالسن المدرسة، يعني بعني بين 12 و18 سنة. أنا هون الرقم بلاقيه مرعب كتير، يعني هيدول الأولاد اللي بدهم يكونوا المستقبل البلد. زياد تلميذ آخر رأى أن اكتساب الأصدقاء يكون في التماهي معهم، فوجد نفسه مدمناً في سن مبكرة. أكيد بطبيعة الحال نحن الأشخاص اللي عنا مشاكل أو شيء نقدر نزب بعض أو نقدر نلفت الانتباه لبعض. هيك تعرفت على أصحاب من قلب الصف، من قلب المدرسة، تقريباً عنا نفس نوع المشاكل، عنا نفس الميول أو نفس السلوكيات. من هون بلشنا بنتعرف على الحبوب، على المواد المخدرة بس على شكل حبوب يعني. بمطارح كنت مثلاً أهلي يقولوا لي خد فعل أصلاً، وكون أنا بحاجة إنه بدي أشتري مخدرات وحبوب وهذا، فبدل ما أدفع على المدرسة روح أعطيهم للتاجر، أرجع على البيت يقولوا لي وين الوصل، قل لهم إنه اليوم ما عطتني الوصل، منزوع الدفتر الكمبيوتر ما قدروا يطلعوا لي وصل. لازم ينعمل خطط وطنية على مستوى المدارس، يشتغلوا على الإنسان مش بس بالمعلومات، بالتربية كيف يخلوا له مهارات ويقدروا يعرف يقول لا، كيف يتبع معشره، كيف يعبر، كيف يواجه، كيف يتعامل مع ضغط المجموعة. إجمالاً تكتشف بالصدفة، تكتشف بالصدفة وبيعرفوا إنه هالولد عم بيتعاطى، ويا الأهل بيضبطوا الأمور، يا المدرسة كمان بتضبطب على الأمور بتغطي عليها، بتصير أوقات بيقولوا لك أحسن ما يصير في فضيحة، أو يوصلوا لعنا على المركز ومنعالج. وإجمالاً بهالعمر هيدا لازم الأهل يتعالجوا مش الولد، لأنه الولد ما بيخلق مدمن، الولد بيصير مدمن.